ثم ذكر الله عز وجل سورة الماعون، والماعون هو كل ما يعين به الرجل أو الإنسان غيره من الأشياء التي يتعاونون بها عادة، كالقدر والسوط والثوب والأشياء اليسيرة. فعادة الناس وعادة الجيران أنهم يتعاونون فيما بينهم، وعادة الأصدقاء كذلك، إلا البخلاء، إلا الذين ليس لهم خلاق عند الله في الآخرة، فهم يمنعون الماعون، يعني لا يعينون أحداً ولا يتصدقون حتى بالشيء اليسير. وهؤلاء، وذكر الله بعض صفاتهم، فهم يكذبون بالدين يعني يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، وهم يدعون اليتيم يعني اليتيم وهو الذي فقد أباه أو فقد أبويه، يدعونه وينزرونه ويبكتونه ولا يرحمونه، وهم أيضا لا يحضون لا يحثون على طعام المسكين، والذي لا يحث على طعام المسكين من باب أولى أنه لا يطعم المساكين، فهو لا يحث ولا يطعم، فهو بخيل في نفسه ويبخل غيره والعياذ بالله. وهم أيضا يصلون لكنهم يراؤون بهذه الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، فهم لا هم يصلون صلاة المؤمنين صلاة التقوى، ولا هم يصلون الصلاة أيضا في وقتها، فإذا صلوا صلوا صلاة رياء أو صلوا صلاة خارج وقتها. وهذا كله من صفات أهل النفاق، وأيضا صفات من يشابههم بالنفاق العملي والعياذ بالله، وهم الذين يراؤون بجميع أعمالهم. ولذلك كان الواجب الحذر من الرياء بطريق بجميع صوره وأشكاله، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى غدا بشيء من التفصيل.